نأتي الآن إلى الضمائر. بعد ما عرفنا المقالة اسم الظاهر، نأتي إلى الضمائر. طالباتي، نحن درسنا الضمائر بشكل مفصل في الكورس الأول. درسنا الضمائر في الكورس الأول بشكل مفصل، وإذا تتذكرون، وأكيد تتذكرون لأن أنتم أبطال، إنه هناك ثلاث ضمائر مجموعة في كلمة كيه، تذكرون اللي هي الكاف والياء والهاء، تكون دائما في محل نصب مفعول به إذا اتصلت بالفعل. يعني أنا إذا شفت فعل اتصلت به أحد هذه الضمائر الكاف أو الياء أو الهاء، تكون في محل نصب مفعول به. طبعا حتى الناء، لكن أنا استبعدت الناء. أولا لأن مذاكري هم منهجكم، ثانيا لأن هي حتخربطكم. هذه الناء تجيني أحيانا في محل رفع فاعل، فما أكو داعي، فقط حبوا لي هذه الكاف والياء والهاء. ناخذ مثال في النص القراني: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ملاحظ هنا الهاء اتصلت بالفعل يأكله، فأصبحت في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. نفسر الجملة: يأكله الذئب. من الذي يأكله؟ هو يأكله الذئب، هو الذي يأكل، إذن هو الفاعل. يأكل ماذا؟ يأكل هو الهاء، هذه تعود على النبي يوسف عليه السلام. إذن يأكله هنا الهاء محل الضمائر اتصلت بالفعل، فأصبحت في محل نصب مفعول به، أو ضمير منفصل. نأتي على ضمائر منفصلة. إذا تتذكرون ضمائر المنفصلة تكون ضمائر رفع وضمائر نصب فقط. ضمائر الرفع اللي هي هو وهي وجماعتها، مثل ما عودتكم أنت وجماعتها وأنا ونحن. لكن هنا الضمائر التي تكون في محل نصب مفعول به هي إياه وجماعتها، وإيانا وجماعتها، وإياك، يعني إياك إياك إياكما وهكذا، وإيانا إيانا وإياي، وإياه وإياها هكذا. فهذه فقط التي عندما نراها تكون في محل نصب مفعول به. نلاحظ هنا في النص القرآني: إياك نعبد. هنا إياك ماذا تعرب؟ ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. الموضوع جدا سهل، فقط تركيز. إذا طالباتي، المفعول به اسم منصوب. اسم ماذا؟ منصوب. أي حالته الإعرابية تكون النصب دائما، النصب دائما، كما الفاعل حالته تكون الرفع دائما. إذا المفعول به حالته تكون النصب، إذا هو منصوب دائما. فطالباتي، يعني أرجو انتباه، أنا من أريد أعرب المفعول به، ما أجي أقول ها مفعول به مرفوع مثلا علامة رفع الفتحة، مثلا هي طبعا علامة نصب، أو مثلا مرفوع علامة رفع ضمة مثلا، أو أي شيء. لا، المفعول به منصوب، منصوب، منصوب دائما، ومن أجي أعربه لازم أقول عليه على حالة النصب. وقع عليه فعل الفاعل، وضحنا في الجملة قرأت فاطمة الدرس، أنه فاطمة هي التي قرأت الدرس، فالدرس وقع عليه فعل القراءة، هذا المعنى، وقع عليه فعل القراءة، وهو جزء العفو من الجملة الفعلية كما وضحت سابقا. ملاحظة مهمة، أنا قلت لكم كل نجمة يعني ملاحظة، كل نجمة يعني ملاحظة مهمة ننتبه لها. المفعول به يكون اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا منفصل. قد يأتيني ضمير منفصل أو يجي ضمير متصل أو يجي اسم ظاهر عادي. مثال: يكتب أحمد المقالة. ماذا يكتب أحمد؟ المقالة. إذا المقالة هي السلام عليكم طالبات الأول المتوسط، اليوم عندنا موضوع جديد هو المفعول به. نحن درسنا الفاعل وعرفنا ما هو الفاعل وما هي علامات إعرابه. نأتي الآن إلى المفعول به. قبل أن نبدأ بالدرس لابد أن نعرف الجملة الفعلية، ونحن درسناها في المرحلة الابتدائية وأيضا في مرحلة الكورس الأول من الأول المتوسط. الجملة الفعلية أنه المفعول به والفاعل هما أجزاء من الجملة الفعلية. فالجملة الفعلية تبدأ بفعل كما نوضح هنا، والفاعل ومفعول به. الفعل هو العمل الذي يقوم به الفاعل،
والفاعل هو من قام بالعمل بالفعل، المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. يعني عندما أقول قرأت فاطمة الدرس، من الذي قرأ الدرس؟ من الذي قام بعمل القراءة وفعل القراءة؟ فاطمة. ماذا قرأت فاطمة؟ يعني دائما المفعول به يكون جواب لماذا. ماذا قرأت فاطمة؟ الدرس. الدرس، إذن الدرس مفعول به للفعل قرأ. نأتي الآن إلى علامات نصب المفعول به. ما هي علامات نصب المفعول به؟ يعني أنا عندما أعرب وأقول المفعول به منصوب، علامة نصبه ماذا؟ نأتي الآن. علامات نصب المفعول به هي 4. طبعا بالغالب هي هذه علامات نصب الأسماء: الفتحة بالأخضر، الكسرة بدل الفتحة اللي هي باللون الوردي، الألف والياء. فتحة كسرة بدل الفتحة، والألف بالأصفر، والياء باللون البني. نأتي إلى الفتحة. متى يكون المفعول به منصوب بالفتحة؟ إذا كان مفرد أو كان جمع تكسير. مفرد أو جمع تكسير. نلاحظ: اشتريت كتابا. أنا الذي اشتريت، اشترى فعل، والتاء الفاعل، التاء الفاعل. اشتريت ماذا؟ كتابا. نلاحظ كلمة كتابا مفرد، كتاب واحد. إذا ماذا تكون العلامة؟ الفتحة. أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جمع التكسير، اشتريت كتبا، مو كتاب واحد، اشتريت عدة كتب. فهنا كتبا ماذا؟ جمع تكسير، وهو الجمع الذي تتكسر فيه بنية الكلمة عكس جمع المذكر السالم والمؤنث السالم. فكتبا جمع تكسير، تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتحة.